أجدد الترحيب بحضراتكم مرة تانية ولسه مستمرين معاكم في أمسيتنا الكروية الممتعة في الاثنين العظيم مع ملوك التحليل اللي مشرفنا ومنورنا كابتن تامر. مساء الورد. يا مساء الفل يا هيمة. أخبارك يا صديقي العزيز؟ الحمد لله. أنت أخبارك إيه؟ كله حلو؟ كله بخير. يا زيزو يا زيزو يا هيمة، عامل إيه يا صديقي المتألق؟ كله زي الفل الحمد كله لله. كله حلو؟ الحمد لله. رضا؟ رضا يا رب دايما. شوف راضي كده دايما، بس عشان ريال مدريد بس ايه الدنيا مزعزعه معاه. انا بص مش هتكلم في الموضوع ده عشان انت برضو في يومين لطاف، ويعني هتسالنا اسئله حلوه كده وسريعه ولطيفه كيف فقره السبوره يعني. اوكي فالدنيا رايقه يعني. اسالك اسئله السبوره في مره كده، عايزين نبقى نلعب والله. والله في مره كده. ليه في مره ليه؟ انا ممكن اعمل لكم دلوقتي حالا سبوره عادي جدا، ما عنديش مشكله. عماره ايه يا شاي وبتاع؟ لا سهله جدا، احنا كل حاجه جاهزه عندنا على النار على طول. طيب بص، انا عايز اقول لما بيعمل كده بحس ان هو نخش في الموضوع بقى. يلا عايز اقول بقى. طيب خليني اسالكم، طبعا احنا برضه حضراتكم عشان تكونوا معانا في الصوره، نتكلم عن الاهلي والرجاء وكيفيه صعود النادي الاهلي للدور المقبل في دوري ابطال افريقيا، والفريق المصري الوحيد اللي مستمر في بطولات افريقيا بعد خروج المصري وبعد خروج بيراميدز مؤخرا في البطوله من البطوله الكونفدراليه. شفت ازاي مباراه الاهلي والرجاء لقاء العوده في المغرب؟ طيب عندنا كلام كتير قوي في مباراه الاهلي، لان انت شايف في جزء كبير جدا. خد وقتك يا باشا. ياه، لا ده يبقى انا لازم استغل الكلمه دي. نروح بقى العز. ايوه. بص، في حاله زي انقسام كده، في ناس راضيه عن اللي عمله موسيماني وفي ناس بتهاجم موسيماني. وطبعا وائل جمعه، طبعا كابتن وائل جمعه قال ان هو كان نفسه يتفرج على كوره فاختلفت الاراء. هو يا وجهه نظر يا هيمه ان هو اخذ ريسك عالي جدا جدا جدا. ان انت تاخد قرار، اولا نبدا بس الاول بنتيجه الذهاب، انت كسبان 2-1 يعني 1-0 للرجاء، انت اوت. دي اول نقطه. تاني نقطه اللي عاوز اتكلم فيها هيمه التشكيل. لما بصيت للتشكيل اللي بادئ بيه موسيماني في استاد محمد الخامس، عرفت ان هو بيلعب جيم كاونتر اتاك وبيتنازل عن الاستحواذ، لانه قعد اهم اتنين عنده بيلعبوا على الاستحواذ وبيمتلكوا الكوره، قفشه وعبد القادر، ورمى طاهر ورمى حسين الشحات وطبعا ديانجو وعمرو السوليه والخمسه اللي ورا زي ما هم، وتاو مهاجم صريح. فاذا الراجل كان بيشتغل على الجيم كاونتر اتاك، دي تاني نقطه. تالت نقطه ان هو راهن رهان في منتهى الخطوره هيمه. ايه هو الرهان؟ راهن على ان لعيبه النادي الاهلي هياخد قرار انه يدافع ويشتغل على الكاونتر اتاك، يدافع، حط تحت كلمه يدافع. وكابتن سيد عبد الحفيظ في تلميحاته او تصريحاته اللي بعد المباراه كانت بتحمل المعنى ده، ان احنا هندافع في استاد محمد الخامس وفي الاجواء دي وقدام الجمهور ده بالليزر بقى بالهتافات بالتهييس بتاع جماهير شمال افريقيا، راهن ان لعيبه النادي الاهلي على مدار 90 دقيقه محدش فيهم يغلط. وده كان ريسك ما بعده ريسك، ده عالي جدا. وللاسف فشل فيه، وفشل فيه مبكرا جدا، لان الكره هي اصلا ما كانتش هجمه. ده حمدي فتحي لو بدانا حتى بالصور. مين اللي فشل فيه؟ موسيماني في الرهان ده. هاخد منك بس كلام عامل الاول عشان قبل ما اروح لعز قبل ما نخش على التحليل. ده الفشل بتاع الرهان. انه راهن ان لعيبه النادي الاهلي ما تغلطش على مدار 90 دقيقه وهو بيدافع. الكره حمدي فتحي هو بيقطعها، سلمها الصوره اللي بعديها لديانج الكره ما فيش حد ضغط عليه. لو رجعنا للصوره ما فيش حد ضغط عليه خالص، خسر الكره من لا شيء، اتلخبطت في رجله، اتقطعت كاونتر اتاك في ثانيه. عبد الاله اتعملت بالعرض لعبد الاله مدكور، عملها تشيب. طبعا هنا الشناوي كان مبالغ شويه في انه ماسك القايم القريب، اتعملت تشيب معديه من فوق الست ياردات، بقت على خط الجول. انجوما اللي كنا اتكلمنا عليه في مباراه الذهاب، ان الاهلي لما ضيع، لو فاكر لما قلت لك الاهلي اول 35 دقيقه، لان الرجاء لعب بطريقه، لما قلت لك انا وانا وزيزو بنتفرج على الماتش قلت له يا زيزو متاكد ان الرجاء لعب قبل كده ب5-3-2؟ قال لي لعبوا مره. وقلت لك تطبيقها كان كارثي. لعب نجوم عادي ما بين ازريده وما بين محسن متولي، هو لعب في المركز رقم 10، وحميد احداد مهاجم صريح. فنجوم سبب ازعاج كبير جدا للنادي الاهلي وخسر جزء كبير من الرهان. طيب في جزء تاني كسبه اللي هو عرف يلعب كوره.
انه بيراهن على ان النادي الاهلي فرقه سوليد، فرقه صلبه، فرقه رخمه على ارض الملعب، فرقه ما تتهزش، جه فيها جول قدام الاجواء دي وقدام الجمهور ده عادي جدا ترجع للجيم وتتعادل، وبعديها بدقيقه واحده من بعتبرها اخطر فرصه في المباراه للاهلي، الكره اللي اتعملت بالعرض من طاهر محمد طاهر اتعملت على راس ديانج، قلت يعني وانا بتفرج على الماتش انت ضيعت فرصه انك تصالح الجمهور بعد الخطا اللي انت غلطته. فاذا هو نجح في دي، بس كان زي ما قلت لك ريسك عالي جدا ان انت تاخد قرار تدافع 90 دقيقه، خاصه يا هيما اخر نقطه عشان ادي الكلمه لزيزو، خاصه ان زي ما بقول لك انت عارف لو هو كسبان هنا في مصر 2-0 اقول لك دافع براحتك. ليه؟ لان انت علشان تخسر وتطلع من البطوله ان الرجاء محتاج يجيب 3 اجوال او على الاقل 2 عشان نوصل لوقت اضافي او بينالتيز. فاذا ان انت تاخد قرار ان انت تدافع على مدار 90 دقيقه بجول واحد للرجاء انت اوت، ده كنت شايف ان هو فيه ريسك عالي جدا من بيتسو موسيماني. طيب عايز اسالك في جزئيه، بس انا بس ايه رايح استوقفتني كانت تويته كتبها الاستاذ نبيل الحلفاوي الفنان الجميل وهو اهلاوي طبعا، انما هو الراجل الحقيقه كان راح لجزئيه ليها علاقه بالاداء والنتيجه، وقال كيف للتحليل الفني فيما معناه لحد بس ما وصلها للناس ان هي تفصل ما بين النتيجه والاداء، وانه علشان تكسب بنتيجه كويسه لازم يكون في اداء مربوط باداء كويس، وانه لو ما وصلتش للنتيجه اللي انت عايزها ممكن يكون ادائك بعض الشيء مش في احسن احواله، فيدوب تبقى بتكسب على القد. ده فيما معناه يعني حد ما وصل لك للتويتر. هل انت شايف انه حالة او جزء كبير من قلق جمهور النادي الاهلي رغم الفوز له علاقة بالتراجع اللي حصل للنادي الاهلي في الشوط الثاني مع تبديلات بيتسو موسيماني، ولا انت شايف الموضوع ازاي من وجهة نظرك؟ والله طبعا في الفرجة الاولانية على الماتش كان فعلا الواحد حاسس ان التغييره بدري قوي بتاعه خروج حسين الشحات. يعني خلينا نخش في قلب الموضوع، يلا. كانت تغييره حسين الشحات هي النقطه اللي انت عايز تبتدي على طول. لا مش قصدي على الحالات بس قصدي عموما كفكره. ايه اللي خلى الجمهور عنده غضب ناحيه اداء الاهلي في مباراه الرجاء؟ مش الاداء، هو الجول المبكر حتى اللي جه. صحيح انا متفق مع تامر ان الراجل راهن من الاول انه هيلعب كوره على الهجمه المرتده بدليل التشكيل، لكن الكره اللي جت لديانج سواء انت كنت بتهاجم او بتدافع ديانج غلطان مرتين في اول 5 دقائق. صحيح. ودي حاجه وانت بتهاجم او انت بتدافع ما تقدرش تراهن على ان هي مش هتحصل، ده احسن واحد من احسن لاعبي الفريق. فاللي انا عايز اقوله ان المشكله كلها كانت مرتبطه بخروج حسين الشحات والاحساس العام اللي اتصدر عند الجمهور اللي هو الله ده انت نويت تدافع بال10 بقى ورا الكوره. لا احنا النادي الاهلي احنا ما بنلعبش كده. طيب دي نقطه مهمه قوي. الجول اللي جابه الاهلي ضربه الجزاء اللي اتحسبت لحسين الشحات هي جايه من تكتيك لبيتسو موسيماني. مظبوط. الجول اللي جابه الاهلي من ضربه ثابته هو تكتيك لبيتسو موسيماني. اصلا الوصول للكورنر اللي جه منه الجون جه بتعليمات من بيتسو موسيماني. يعني جاب في الملعب فيها. بالظبط جاب تعليمات في الملعب لبيتسو موسيماني، وكان مدرب الرجاء واقف قدامه بيحاول يبوظ شغله، وهو نجح في ان هو يوصل للكورنر ونجح انه يلعب كوره واضح انهم متدربين عليها. طبعا تامر هيبقى افيد مني في الحته دي. بس هو علي معلول راح حضنه بعد الجول، فانا متاكد ان هي تكتيك. ماشي. فيبقى الراجل جاب ضربه جزاء للاهلي بتكتيك وجاب جون للاهلي بتكتيك. فلو غلط من وجهه نظرنا، خلينا نقول ان احنا وجهه نظرنا سليمه، ماشي، لو غلط من وجهه نظرنا في انه بالغ في الدفاع يعني ماشي الحال. ما هو اي بني ادم في الدنيا هتلاقي عنده ايجابيات وعنده سلبيات وعنده مشاكل في رحلته وعنده افكاره وقناعاته. طيب خليني اقول لك في الحته دي، انا هي التويته بقت قدامي يعني. عشان هي في ناس واقفه عند التركيه دي تحديدا، قال لك الاداء يا ساده هو ما يحدد، دي التويته اللي كتبها الاستاذ نبيل الحلفاوي، لكن الاداء يا ساده هو ما يحدد النتيجه، حتى ولو ستقرر الدفاع لابد ان ينفذ باداء جيد. يعني لو هتدافع دفع باداء جيد، لا نتيجه ايجابيه باداء سيء، اللهم الا في حالات استثنائيه حلفك فيها الحظ وعاند المنافس بتاعك، ولا اظن انك ستضع نفسك تحت رحمه الحظ دوما. الخلاصه العلاقه الطرديه، الاداء افضل يحقق نتيجه افضل. طيب حلو قوي. يبقى احنا وصلنا لان رايي
انت بتتكلم في ان الراجل عمل ثلاث حاجات ايجابيه وغلط غلطه من وجهه نظرنا كجمهور. انا هنا بحط نفسي مكان الجمهور، وجهه نظري كجمهور وليه مش كمحلل؟ ما انا لا انا لسه المحلل دي جاي لك فيها ماشي، بس قصدي وانا بتفرج الفرجه الاولانيه بحس اللي هو بدري قوي على الدفاع. طيب بيب جوارديولا ماتش مانشستر سيتي واتلتيكو مدريد في اخر 10 دقائق قدام اتلتيكو مدريد عمل ايه؟ بيب جوارديولا اله الهجوم في كوكب الارض، دافع. طيب هو غلط بس في اخر 10 دقائق، بس غلط مع الوضع في الاعتبار، الفوارق برضو ما بين انه الاهلي برضو خلينا اقول لك اللي انا غلط، ما فيش في الكوره برضو يعني ضمانات صح كده. وبيب جوارديولا صرف كام على فريقه الهجومي ده؟ طيب مش هي دي الازمه بقى دلوقتي عندي خالص. هو بيتسو موسيماني بعد العشر دقائق دول هو عمل تغييره تانية ورجع تاني يهاجم، نزل عبد القادر وشريف. وانا هقارن بين العشر دقائق دي والعشر دقائق دي. في من الاسباب اللي خلى بيتسو موسيماني يعمل التغييره دي، لما تتفرج على الماتش بقى تاني كمحلل هتلاقي ان في اسباب. ايه بقى؟ في ثلاث كرات اتردوا من خط الظهر لخط الوسط، خط وسط الاهلي متقدم جدا مش قادر يرجع ومش قادر يعمل الدور الدفاعي بتاعه، ففي فجوه كبيره فابتدى فبقى عايز يزق حمدي فتحي الثالث بتاع وسط الملعب فمنزل مدافع. وفي ثلاث هجمات اتعملوا على الاهلي من الناحيه اللي كان واقف فيها حسين الشحات بيغطيها. ده انت كمحلل بقى لما اتفرجت بقى على الماتش تاني بالظبط كده. طيب هل ده معناه ان هو كان قراره سليم 100% ولو كان هاجم ده كان غلط؟ لا انا معرفش، ممكن لو هاجم كان يكون احسن، بس هو اتحرك بناء على حاجه هو شافها في الملعب على معطيات معينه باين فيها ثغرات، وبالتالي هنا ابتدت تبقى العمليه اللي هو طيب انتوا بقى مشكلتكم ايه اصلا مع الراجل؟ هل بيتسو موسيماني دايما بيدافع؟ هل الاهلي بيقدم كره دفاعيه على سبيل المثال زي اللي كان بيقدمها جوزيه مورينيو؟ فانتوا عندكم اختلاف مع ايديولوجيه الراجل في التدريب. لا، بيتسو موسيماني بيقدم كره هجوميه، الاهلي ضيع في ماتش الذهاب عدد كبير جدا من الفرص منهم ضربه جزاء. الراجل في ماتش الاياب مضيع الجول بتاع محمد شريف، الكورتين بتوع محمد شريف وبرسيتاو والكوره بتاعت برسيتاو وضربه جزاء. اربع كور. قول لي بقى محسن اللي اتشالت من على خط الجول. قول لي بقى الرجاء ضيع كام فرصه؟ لان احنا هنا بنتكلم على تويته طبعا الاستاذ القدير يعني نبيل الحلفاوي، وكان عمل لي قبل كده قبل ما يعرفني كان عمل لي عشان انا كنت قلت له على حاجه ليها علاقه بفيلم الطريق الى ايلات، فيعني كان متضايق مني فانا بعتذر له يعني، والله انا كنت بهزر معاه عادي، انا بحبه جدا، كلنا بنحبه بالقدر، انا رأفت الهجان ده عندي يعني. المهم ففي كام فرصه للرجاء خاطر الطريق الى ايلات؟ ايه علاقته برأفت الهجان؟ ايه الطريق الى ايلات؟ هو كان موجود في الحاجتين. لا يعني احنا كنا بنتكلم على الطريق الى ايلات، دخلتنا في رأفت الهجان. انا بحب قصدي خليك معاه في المسلسلات. خليك مع تامر في المسلسلات. انا لا انا بحب رأفت الهجان، بحب نبيل الحلفاوي في رأفت الهجان جدا يعني. هو طبعا استاذنا وواحد من الشخصيات اللي احنا بنعتز بيها ونحبها جدا. في اربع فرص للاهلي، في كام فرصه للرجاء خطر على مرمى الاهلي؟ لا ما يعني الفرصه بتاعت الاخيره في المباراه اللي هي بتاعت خطا محمد هاني اللي هي ما كانش مرتبطه بالحاله الدفاعيه للاهلي، لانه وقتها الاهلي كده كده كان بيقابل فريق بيلعب كرات طويله. يعني بقى هي دي بقى قاعدين على اعصابنا، هي دي بقى الجمهور دايما قاعد على اعصابه. الجمهور دايما بتبقى مشكلته انه الاحكام بتاعته دايما صادره بناء على الاعصاب، وبالتالي الجمهور دايما يحب، وهو ده اللي النادي نفسه يوصل له واللي اتمنى ان بيتسو موسيماني ينتبه ليه، لان هي دي النقطه الحقيقيه اللي بيتسو موسيماني محتاج يفهمها. ايه هي؟ احتياجات الجمهور. الجمهور عايز ما يبقاش قاعد على اعصابه، الجمهور بيعشق جيل مانويل جوزيه مش عشان حاجه، على قد ما هو كان عمره ما قعد الناس على اعصابها الا في فترات نادره. وبالتالي الاهلي لما بيخش يكسب وان سايد جيم دي مباراه من جانب واحد، هو ده اللي الناس نفسها تشوفه دايما. زي كده الجيل بتاع بيب جوارديولا في برشلونه، اللي هو الناس دايما عندها الاحساس العام بان احنا بنلعب كوره بعيده قوي عنكم. لكن برضو لو بصيت على الارض الواقع وبصراحه وفي الحقيقه يعني هتلاقي ان الاهلي كسبان 2 دوري ابطال افريقيا، فهل من المنصف ان احنا نقول لو كسبنا بقى 3 دوري ابطال افريقيا على التوالي يبقى ده مدرب كده شكرا كفايه عليه لان هو مش ناجح؟ طب لا سفير من الانصاف اي شيء الحقيقه. طب امتى يبقى ناجح؟ طيب هل هو فعلا بيلعب كره دفاعيه عشان انتوا تبقوا متضايقين منه؟ ولا مرة 10 دقايق مره اشوف في الكوره واحد لما يجيب 3 بطولات يقولوا له امشي؟ ايوه يعني انا على فكره لما تجيب الثالثه جد طموحك بقى، ده انا ما سمعتهاش على فكره. اقول لك على حاجه يعني لا انا افهمها. لو اللي بيدربني مدير فني مثلا زي هيكتور كوبر، فانا بقول له لا انا عايز اشوف كره تانية ابدل يعني، عايز العب كره هجوميه اسقط نقل على رايك بالظبط كده. انما ده ما بيعملش كده. العشر دقائق دول يا جماعه هم اللي هخلاكوا تنسوا للراجل ان هو الجول اللي جه في استاد القاهره والجول الثاني اللي جه في استاد القاهره والجول اللي جه في وضربه الجزاء اللي اتحسبت في ملعب الرجاء والجول اللي جه في الجول في الرجاء، الاربع حاجات دول من شغل تاكتكس مش امكانيات بس لعيبه، شغل تاكتكس. وامسك في العشر دقائق اللي ما دخلش فيهم جول في الاهلي. طيب دي اللي كانت بالنسبه لي غريبه شويه. نروح للحالات يلا بينا.
احنا وقفنا عند يا هيما ان ندخل بقى على الحاله لو لما حب يلعب كوره. هل اقدر اقول ان انا عندي وجهتين نظر مختلفتين ما بين ان انت شايف انه بيتسو موسيماني كان عنده رهان انه لعيبه النادي الاهلي لن تخطئ خلال اللقاء ولكنها اخطات، وعندي وجهه نظر ثانيه عند عز بتقول انه هو اجاد في اللقاء ولم يخطئ، هل اقدر اقول كده ولا لا؟ انا بالنسبه لي هو اختار ان هو يروح للعشر دقائق الدفاعيه بناء على معطيات ظهرت له، فبالتالي هو لجأ للطريقه دي. يمكن لو كان هاجم يمكن يكون هيوصل لنتيجه احسن، بس انا ما اقدرش اقول. انت شايف نفس اللي بيشوفه؟ شوف يا انا زي ما قلت لك، هو واخد اخد ريسك او اخد يعني الريسك اتحط او اتبنى بناء على قراره. قراره كان باين ان هو الراجل بيلعب 5 4 1 في حاله خساره الكوره، والناس اللي بتلعب على الاطراف هي ميله. الشكل مش دفاعي بس يا افندم، والشكل ما كانش دفاعي بس. مظبوط، بس ما شفناش بالشكل المطلوب او اللي اعتدنا عليه يا زيزو ان علي معلول بيطير من الشمال وهاني بيطير من اليمين في حاله امتلاك الكوره. ده انت عندك كذا قاعد يصرخ. بالظبط قاعد يصرخ، بس امتى؟ لما جه في جول. بالظبط كده. طيب يعني اذا هو كان واخد، دخل بدري قوي، ودخل بدري قوي بناء على غلطه الاليو ديانج. يعني انت ما تقدرش قصدي تقول ان ده ما كانش التكتيك اللي الاهلي هيلعب بيه. هو جول جه بدري قوي بخطا فردي شخصي من اليو ديانج. مش قصدي يا عزيزو، انا قصدي ان هو اخد الريسك من البدايه ان راهن ان لعيبه النادي الاهلي مش هتغلط على مدار 90 دقيقه في اجواء زي دي. لا ده بس ده رهان. طب معلش، في ريسك عالي جدا. هقول لك على حاجه، ممكن يكسب على فكره. هو ممكن يكسبه، بس هو انت لما تيجي تحط ريسك بتشوف ايه المعطيات بتاعه الجيم. يعني زي ما قلت لابراهيم في البدايه، عارف لو هي 2-0، لو انت كسبان هنا في القاهره 2-0، روح دافع واشتغل على الكاونتر اتاك براحتك. ليه بقول لك كده؟ لان من الطبيعي ان الرجاء هيبقى نازل مندفع، اندفاع يعني في استعجال في انهاء الهجمه، يعني في مساحات هتبقى في ظهرهم، فاشتغل على الكاونتر. طيب انا كده يبقى كده انا وصلت ان انتوا عندكم وجهتين نظر مختلفتين. 1-0 الرجاء مش يعني عادي جدا ما يندفعش، عادي جدا ما ياخدش الريسك، لان هي هو لو جاب جول انت بره كاهلي وانا اللي جوه في قبل النهائي كرجاء. في الحالات دي هتشرح لنا فيها ايه؟ في دي حاجات زيزو. حتى حالات تامر يا جماعه. احنا بعد ما عدينا الجول عاوز اكلمك بقى في مرحله ان هم هنا. هنا هنمشي بالصوره. الاهلي بيحضر كده، الاهلي متاخر بهدف. بالظبط، الاهلي بيحضر. الاهلي قدر يلعب كوره من محمد عبد المنعم لعمرو السوليه. عمرو السوليه ضرب الاثنين اللي داخلين يضغطوا عليه، حطها في ظهر الاثنين، ضرب اربعه واقفين على خط النص لحسين الشحات، عمل دريبل راح لطاهر. طاهر قام رايح وحاطط لمين؟ علي معلول. طاهر حط لعلي معلول وتحرك في ظهر الاثنين. دي اتعملت بالعرض. ده بص بعد كام يا هيما؟ في الدقيقه حوالي 6 دقائق. أيوة. بعد الجول دي اول لعبه بعد الجول. أيوة. بص كده ديانج جول. ده وهو واقف. رقم 15 ديانج وهو واقف. طيب هنا بقى بص مين اللي وراه؟ محمد هاني. يعني اذا هو لما حب يزود الاثنين، علي معلول اللي عمل التمريره لطاهر، محمد طاهر ومحمد هاني اللي جاي في ظهر ديانج، يبقى الاثنين زادوا. ما هو ده اللي انا بقوله، يبقى كره هجوميه اهي. الدقيقه كام؟ الدقيقه 5. انت دخل فيك الجول بدري، هي دي الازمه. والجول دخل فيك بدري بغلطه شخصيه، مش واقف متكتف. مش مختلف معاك، انا بقول لك ان هو اخد قرار الريسك عالي قوي انه يدافع من البدايه. هو مختلف مش معاك، هو مختلف مع وجهه النظر اللي بتقول ان هو كان بيدافع من اول المباراه. هو مختلف لان الجول جه بدري بس، فانا ما اقدرش احكم. انا ما اعرفش. ماشي. انا مش شايف العشرة ورا الكره في الخمس دقائق الاولانيين. انا شايف الاهلي بيلعب كره هجوميه او بينقل الكره عادي وبيلعب كره هجوميه زي ما باين من اول خمس دقائق، وزي الفرصه اللي من خمس دقائق. بس انت دخل فيك جون بدري، ودي تتحسب للاهلي كشخصيه للعيبه بصراحه، لان ممكن جول بدري. اقول لك على حاجه، لو هو مدرب دفاعي طب ما انا ممكن افكر فيها بالطريقه المصري. مش احنا عندنا واحده من الكليشيهات اللي هو بقول لك انت دخل فيك جون لم وامن عشان ما يخشش فيك التاني في وسط الملعب والمدرجات الكبيره، وبعد كده حاول تهاجمهم. مش صح؟ مش بنفكر فيها كده احيانا؟ ماتش صفاقسي ايه اللي حصل فيه؟ مش لعب الاهلي ب 4-3-3 وامن بثلاثه ارتكاز عشان ما يبتديش المباراه هجوميا بشكل يخليه يتكلف جول بدري في شباكه عشان كان متعادل في القاهره؟ ايوه. طيب هو ده بس اللي انا بقوله يعني. اتفضل يا تامر، انت هنا بتشاور على بيتسو موسيماني عليه. مظبوط. انا حاطط هنا دايره هيمه، لان الراجل صوته راح في حته ان هاتوا عند هاني هنا. لان هو الراجل كان واضح ان هو شايف وقاري الجيم ان هم قافلين كويس جدا على علي معلول. الراجل قافل الطرف الشمال بتاع رشيد الطوسي. رشيد الطوسي قافل، حتى في الكوره بانت في الكوره اللي فاتت ان في اتنين مقابلين علي معلول، وطاهر محمد طاهر اتحرك في ظهره، فعلي حطها ضرب الاثنين وحطها لطاهر محمد طاهر، فواضح ان هم قافلين حته علي، فبدا يطلب ان هم يحطوا لمحمد هاني. عمالي الراجل بص
بيشب وهيتنطط علشان يلعبوا لمحمد هاني في اكتر من لعبه في الدقيقه 31، عمال يقول لهم يا جماعه المساحه هنا لمحمد هاني، وهم مصممين يروحوا لعلي معلول اللي بص قافلين عليه على طول. في الدقيقه 34 بص على طول بيصرخ كل طول المباراه بيصرخ، لغايه لما محمد عبد المنعم بيقول له حاضر، اول لما هيبقى عندي فرصه العب له هلعب له. والراجل بص موسيماني بيقول له حط له هنا على الخط علشان الراجل هنا معاه مساحه. محمد عبد المنعم بيتفاهم معاه، بص بيكلموا بعض، معمل لك دايره على محمد عبد المنعم ودايره على موسيماني، وهو بيطلب من محمد عبد المنعم انه يحط لهاني. هو بيكلم هاني وهاني بيقول له طيب انا بجري وبزيد وبفتح بفرد الملعب على الطرف، بس بالظبط بس ما بتتحطليش. ده وصلنا للدقيقه 35 هنمشي. سلام عليك يا تامر يا ملك الملاحظات. هنا هنا محمد عبد المنعم هو ايه الفايده يا هيما؟ ان هو عاوز يجري محمد هاني. اول حاجه انه يبدا يكسب ارض يزيد ويجبر الرجاء انه يرجع لورا. تاني حاجه اللي المنظر اللي انت شايفه ان محمد عبد المنعم يبدا يزيد ويعدي نص الملعب كمان، وده اللي بدا يحصل. ومحمد عبد المنعم عدى نص الملعب وبيتسو لعبها له وبيقول له اخيرا يا راجل لعبت له يعني ابو كنت ناقص ابوس ايديكو. لعب الكره لمحمد هاني، وبعديها على طول الاهلي زي ما زيزو قال الاهلي بدا يكثف هجماته من الطرف اليمين لغايه لما اخذ الكورنر اللي جه منه هدف التعادل. نقطه يا زيزو بس يا هيما اللي في الشوط الثاني لما بدا الراجل يشتغل رشيد طوسي كان مركز جدا زي ما قلت لك على الطرف الشمال بتاع علي معلول، ولعل حتى لو رجع لو في الاخراج قطعوا الصوره وجابوا الجول اول حالات. انا عاوزك بس تشوف عبد الاله عبد الاله مذكور الباك رايت اول لما الكوره اتقطعت جري ازاي في ظهر علي معلول وبيطلب الكوره. هو الراجل رشيد طوسي محفظه من احنا اول لما هنقطع الكوره هنعمل المرتده في ظهر. بص اللي فاتت يا شباب، بص اول لما الكوره اول لما نجومه مسك الكوره خلاص بص المساحه دي كلها فاضيه. بالظبط عبد الاله قام طالب الكوره على طول وبيطلب ان الكوره تتحط له وزاد ومشي وعمل العرضيه. هرجع بقى للصوره اللي كنا، وطبعا هو اللي عمل الكروس اللي جه منه الجول لنجومه. الراجل عبد الاله مذكور رقم 29 ده طول المباراه يا هيما فارد الملعب على الخط، وبيدخل محسن متولي لجوه علشان ياخد الراجل ويدخل بيه لجوه ويخلق مساحه لعبد الاله مذكور، ونجومه بيربط معاه. هنا المشكله اللي كان دايما نص ملعب الاهلي زي ما زيزو قال لما الاهلي كان بيلعب 5-4 الاربعه كانوا بيلعبوا فلات، ففي جاب كبيره جدا ما بين الخمسه اللي ورا والاربعه بتوع نص الملعب، وده اللي خلى الراجل يعمل حاجتين، ينزل ايمن اشرف طبعا ده برضو الاهلي، بس هنا بقى انا معاه يعني لما وصل للواحد واحد ما في والرجاء بدا يندفع لان كده الرجاء بره. هنا انا ما عنديش اي مشكله لو رجعنا للصوره اللي قبليها ما عنديش اي مشكله انه يلعب جيم كاونتر اتاك. ادي الخمسه اللي ورا وادي التلاته في نص الملعب، بس طاهر ما كانش باقي كان اوت اوف كادر في اللعبه دي اول لما اتقطعت. يلا نمشي للصوره اللي بعديها، لعب الهجمه المرتده طاهر حطها لونج بول وحسين بدا يجري على طول. لما اتلعبت لونج بول عند تاو مريحها براسه للي كان جاي وبدا يجري حسين الشحات، حسين داس عليها حطها له ضرب مصيده التسلل لتاو غلط فيها. التفسير المنطقي لضياع الفرصه دي بتاعت بيرستا وايه من كان بيحطها اوت اوف بالانس. كان اوت اوف بالانس ولا البنزين خلص؟ ماشي، ما هو اوت اوف بالانس خلاص الفوتورك بتاعته بقت غلط لانه تعب. كان لازم بدل ما يحطها بيمينه ضعيفه يقف عليها تاني بشماله ويلف، يا اما يلف ويحطها يا اما يلف ويريح للي جاي من تحت. بس يعني عندك لسه حاجه في الحالات الثانيه عشان اروح لفاصل اللي يبقى بعد الفاصل احسن. كمل عشان هرجع لعز بعد ماشي. هي هيما هنا المشكله بقى ان على طول بص علي معلول بدا يديله تعليمات، يلا هيروح لعبد بص هنا بيتسو موسيماني كان مدي تعليمات على طول لعلي معلول، احنا بنلعب بخمسه يا علي يبقى لازم تطلع لعبد الاله مذكور رقم 29. بص علي معلول وصل لغايه الخط، مين بقى اللي بص عامل لك دايره؟ دا مين ياسر. اللي بياخد هنا بقى محسن متولي، برافو عليك يا هيما، ده ياسر ابراهيم السنتر باك اللي بيلعب ناحيه الشمال اللي بيأمن ظهر علي معلول. لكن الكره لما الرجاء بص على التوقيت في الدقيقه 50 حاجه وصلنا للدقيقه 51 لما عملوا تمريرتين ورا وحضروا ورجعوا تاني عشان عندهم تصميم ان هم يخترقوا من هنا. بص موسيماني بيقول لعلي معلول تعالى تاني لعبد الاله مذكور، بس المشكله الكبيره هنا بقى ان كان ياسر بدا يسيب محسن متولي اللي اتحرك في ظهر علي معلول. عمرو السوليه كان هنا سرحان شويه كان لازم يقرب طالما ياسر ابراهيم ساب محسن متولي ورجع لورا. هنا عبد الاله مذكور بوش رجله الخارجي عملها لمتولي وقام لافف عامل ترن ضارب علي معلول. متولي ما كدبش خبر لان هم عندهم تعليمات ان هو يستغلوا ظهر علي معلول، فات
عبد الاله مدكور وبدا يسبب ازعاج، حط الاحداد، احداد خبط والحمد لله ستر ربنا ان هي خبطت في حمدي فتحي وطلعت كورنر. بص علي معلول بيكلم عمرو السوليه بيقول له انا لما اروح وقابل عبد الاله مدكور انت لازم تاخد محسن متولي طالما ياسر رجع ورا. اخر حاله بقى هيما، دي طبعا 5-4-1 اللي بكلمك عليها، اللونج بول دي قرار بقى بتاعت ايمن اشرف، اتلعبت لونج بول، الثلاثه راحوا مع حميد احداد وسايبين انجوما اللي جاي من العمق، عشان كده كنت بكلمك ان الخمسه اللي ورا والاربعه بتوع نص الملعب اللي هم حسين وطاهر وعمرو السوليه وديانج، المسافه كبيره جدا ما بين الخمسه اللي ورا اللي هم حمدي فتحي وياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم وايه؟ ده ارهاق، ده ارهاق ماشي، ممكن يكون ارهاق، بس برضه في تعليمات لان الراجل اتجنن يا زيزو عمال يقول لهم يا جماعه احنا بنلعب بثلاثه، واحد لازم يروح للي جاي من نص الملعب. عشان كده بقول لك ارهاق، منزل لهم حمدي فتحي في الوسط فالمنظر ده طلع حمدي فتحي لقدام مظبوط ونزل ايمن اشرف. فالكره طبعا اتريحت من حميد احداد براسه لانجوما اللي جاي على قوس ال 18، الحمد لله ان هي ما لبستش جول. طيب. روح ل ده كلام ايه؟ عظيم. روح لفاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل. اتفضل يا استاذ عز، نخش في الموضوع عشان مفيش وقت. نخش في الموضوع يلا. طيب من اول الماتش من بعد الجول زي ما قلنا الجول دخل بخطا من اليو ديانج، انا شفت ان مشكله الجمهور في التعاطي ساعات مع طريقه اللعب ان هو عشان شاف ثلاثه ارتكاز يبقى ده معناها ان دي طريقه لعب دفاعيه، بينما في الحقيقه ماتش الهلال السعودي اللي الاهلي كسب فيه باكتساح كان بيلعب بثلاثة ارتكاز. هي الفكرة ان الثلاثة الارتكاز دول بتبقى ميزتهم ايه؟ انهم بيسترجعوا لك كرة بدري لما يبقى منافسك ما عندوش توازن جيد في بناء اللعب. وادوارهم في الحالات الهجومية بتستخدمهم فيها بشكل اسرع. انا شفت ان برغم وجود ثلاثة ارتكاز وبعد الهدف اللي دخل في الاهلي، الاهلي كان عنده شجاعة كبيرة في الحالة الدفاعية، يعني ما كانش بيلعب جيم دفاعي، كان عنده شجاعة كبيرة جدا وهو بيقدم الطريقة بتاعت 4-3-3 بثلاثة ارتكاز بثلاثة مدافعين. خلينا نتكلم بصورة عشان نوضح للناس. طريقة في طريقتين للضغط يا هيما على المنافس. الطريقة الأولى بتقول إن حسين الشحات الوينج رايت يكون ماسك الباك ليفت بتاع فريق الرجاء. دي طريقة بيبقى هدفها إيه؟ إنك تحط لاعب قدام من الأهلي قدام كل لاعب من الرجاء، فبتكون الهدف منها إنك تقلل عليهم زوايا التمرير فيضطروا يلعبوا كرة طويلة تستلمها وتهاجم. في طريقة تانية في الضغط اللي هي بتقول لك اجري ورا الكورة وطنش اللعيبة اللي في ظهرك. بشرط انك يبقى عندك من القوه والحميه انك تجيبها هتجيبها، والهدف من الطريقه دي في الضغط بتبقى انك تسترجع الكوره في وقت هم بالظبط كده في وقت هم فيه مش متزنين لان معظم لعبتهم بتهاجم. الطريقه دي في الضغط هي الطريقه بتاعه المدرسه اللي حاليا في الكوره بيطبقها يورجن كلوب اكتر من غيره. فبالتالي انت هتشوف حسين الشحات دايما موجود في القلب مش موجود على الوينج رغم ان هو دوره وينج يمين، فبالتالي الاهلي كان قادر من الدقائق الاولى انه يسترجع الكره بالشكل ده ويخلق هجمات على فريق الرجاء في بدايه المباراه ويبقى موجود باثنين في منطقه الجزاء في الوقت اللي الرجاء فيه ما بيحميش منطقه جزائه غير بواحد بس كان في الطريق لدخول منطقه الجزاء الياس حد تمام. ولما الكره بترتد كان بتبقى الكره الثانيه بتاعه الاهلي. بص طريقه الضغط بعد ما فقدت الكره، اليو ديانج رايح ومحمد هاني رايح وعمرو السوليه رايح، لو انا بلعب جيم دفاعي محمد هاني هيضغط على الراجل من ده من المكان ده. طيب الكره عدت لاعب الرجاء لعب الكره الطوليه، هل لو انا بلعب جيم دفاعي محمد عبد المنعم هيبقى بيسترجع الكره من المكان ده؟ لا، محمد عبد المنعم اخر لاعب في الملعب حمدي فتحي واقف وسط الملعب. يبقى الاهلي حتى وهو بيقدم جيم دفاعي كان بيقدمه بطريقه جيده ذكيه فيها مغامره نوعا ما. فانا ما شفتش الاحتياج لانتقاد بيتسو موسيماني على كورته الدفاعيه في الحاله اللي الرجاء بيبني فيها اللعب في 6 من لعيبه الاهلي موجوده في نص ملعب الرجاء. وبالتالي انا شفت ان الاهلي قدم كوره دفاعيه ذكيه جدا، ولو دي كوره دفاعيه فهي كوره دفاعيه يستحق التحيه عليها لاعبي الاهلي لانهم طبقوها بامتياز. على فكره الكوره دي خطر جدا لان في النهايه غلطه واحده من مدافع هتخلي عليك هجمات كتير. فاللي انا عايز اقوله ان الاهلي كان واخد ريسك مش ما كانش واخد ريسك. يمكن الحظ السيء ان الهدف دخل بدري، لكن في كل الاحوال الاهلي قدم جيم جيد. طيب تعال نشوف طرق الاستحواذ مره تانية. التركه اللي جا منها ضربه الجزاء هي تركه تكتيكيه من على السبوره بتاع بيتسو موسيماني. حسين الشحات مكانه ليه هنا؟ لان هو احنا عارفين ان الرجاء عنده ضعف كبير
في الدفاع من وسط ملعبه، يعني الوينجين بتوع الرجاء ما بيرجعوش يدافعوا. ده احنا كده في الشوط الاول بالظبط كده. فبالتالي الوينجين بتوع الرجاء دايما بيبقى عندهم صعوبه في الرجوع، فانت لازم تهاجم بالظاهرين بتوعك. طب هاجم بالظاهرين بتوعي ازاي؟ بان انا اخلي طاهر وحسين الشحات يخشوا القلب، فحسين الشحات الباك اليمين بتاع الرجاء معاه، فالمساحه كلها فاضيه قدام علي معلول، فعلي معلول يقدر يستلم الكوره ويروح. وبص اول ما علي معلول استلم الكوره محمد هاني طاير في ظهره. لو بلعب جيم دفاعي او لو انا خايف استقبل الهدف الثاني، ودي حاجه كانت طبيعي جدا لو انا مدرب دفاعي افكر فيها، مش هطير محمد هاني بالشكل ده فيستلم الكوره على حدود المنطقه ياخد الكوره الثانيه في وقت غايب فيه تماما لعيبه الرجاء، لان انا مذاكر الرجاء كويس، ومحمد هاني يسدد فترتد لحسين الشحات اللي يتعمل معاه ضربه جزاء، لان دي نقطه ضعف الرجاء، لعيبته الهجوميه ما بتجيش الادوار الدفاعيه، فارتكب الراجل محسن متولي ركله جزاء ما ينفعش تتعمل في المكان ده. هل عندك تفسير منطقي ليه بيتسو موسيماني حافظ على بيرسي تاو لحد اخر؟ لا، دي واحده من النقط اللي انا ما كنتش معجب بيها تماما بعد الفرجه على الماتش مره واتنين. لان في النهايه هو كل الكرات الطوليه اللي راحت له ما عرفش يتعامل معاها، وكل الكرات اللي على الارض كان فيها مش قادر يستلم الكره لوحده. دي اللقطات اللي تامر جابها، فخلينا بس انا عايز اجيب لك منها الركله الركنيه. ماشي. محمد عبد المنعم، يعني خلاص نمشي في الحالات بما ان خلاص تامر شرح النقطه دي، ومحمد عبد المنعم بيتسو موسيماني بيزعق له بيقول له كنت تلعب لمحمد هاني، ومحمد هاني بيزيد دايما في الهجمات. وهنا رشيد طوسي بيقول للجناح بتاعه، لانه ابتدى يفطن لفكره بيتسو موسيماني، فبيقول للجناح بتاعه روح اقفل بقى على محمد هاني. هنا حسين الشحات ساب مكانه في القلب وقام رايح لمحمد هاني علشان نفك التكتل، بان حسين الشحات يعمل دبل اب يبقى 2 على 1 او 2 على 2 اسف مع محمد هاني ناحيه اليمين، وفعلا قدر انه يرفع الكوره في كوره اتحسبت ركله ركنيه سجل منها الاهلي جول، وعلي معلول راح حضن فيها بيتسو موسيماني، فواضح برضو ان هي جايه من تكتيك. الجزء بقى الخاص بليه حصلت التغييره بتاعت ايمن اشرف بالظبط حسين الشحات. انت جايب نفس الحاله. بالظبط. ما هي بص انت هو ماتش واحد ماتش واحد بتذاكروا مع بعض. لا والله دي على يدك. خلينا نشرح ايه اللي فكر فيه بيتسو موسيماني، وانا هنا مش بدافع عنه مره تانية، انا بشرح اللي في باله اللي غالبا جه في باله. اللي حصل زي ما تامر شرحه بالظبط، ان في الوقت ده ابتدى البنزين يخلص بتاع لعيبه وسط الاهلي، فعمرو السوليه ما التزمش بان هو يروح يضغط على الراجل اول ما علي معلول ابتدى يضغط على الباك اليمين، فابتدت الجبهه دي تبقى مخترقه ناحيه الاهلي. حسين الشحات كمان ابتدى دوره الدفاعي يقل بشكل كبير جدا زي ما هو باين معانا. خلينا نمشي بالصور اسرع. دي كانت اللقطه الاولى. تاني لقطه تبتدي تشوف المساحات، الضغط، انت شفت الضغط اللي كان في الشوط الاول؟ الشوط التاني لا، في مساحات ومساحات اللعيبه بتستلم فيها الكره وبتجري وبتعمل عليك هجمات خطره. الحاجه الثانيه بقى نبص على البادي لانجويج بتاعت لعيبه وسط الاهلي في الوقت اللي فيه كرات طوليه بتتلعب، خلاص مش قادرين ابتدوا يبقوا واقفين. فبص المساحه بقت عامله ازاي، وبص هنا اخر واحد باين معانا في الكادر من لعيبه الاهلي بيتمسك، هل على حساب حسين الشحات اللي كان مميز؟ هل خرج مين لو انا عايز ازود واحد في وسط الملعب؟ قول لي. لا هو لما خرج حسين على فكره ودى تاو مكان حسين. انا كوينجر ناحيه اليمين بعد ما اتفرجت على الماتش تاني، ما خرجش تاو، اخرج تاو وده زي ايمن اشرف وخلي حسين ناحيه الشمال. لا اخرج حسين زي ما هو معاه، بس ممكن اخرج حسين او اخرج طاهر مش ازمه. اخرج واحد من الاثنين، ويمكن مثلا اخرج حسين على اساس ان طاهر عنده طول اكبر فبيفيدني في الكرات الطوليه، بس لازم في وقتها انزل محمد شريف مكان تاو، لان بنزين تاو كان خلص، ولان قدره تاو في الكرات الطوليه كانت مفيش. محمد شريف اكيد كان هيبقى احسن شويه على انه بما انه اطول، بس معلش لو هم رجعوا ثاني ما اعرفش هم جريوا ليه في الحمل. لا كنت بكلمك فيهم عشان اوريك قصدي ان بعد كده حصلت التغييره، دي تغييره ايمن اشرف على طول بعد بالظبط كده. حصلت التغييره بعد ما حسين الشحات عمل فاول في المنطقه دي، لانه كان راجع متاخر جدا، فالكره الثانيه بتاعت الرجاء خدوا منها فاول بالشكل ده. لما حصلت التغييره بقى حصل ايه في وسط الملعب؟ هو كان هدفه ايه؟ شاف لعيبه الوسط مرهقه، فقام منزل لهم حمدي فتحي ومش عايز يخسر العمق بتاع خط الدفاع، فقام منزل المدافع وخلى الثلاثه. بس وضح يا زيزو عشان ما تتخش عليه، طلع حمدي فتحي. أيوة هي. لقدام، مش طلعه بره الملعب مكان حسين الشحات، لان هو كان بادئ بحمدي فتحي وياسر ومحمد عبد المنعم وياسر ابراهيم بالظبط، ومعلول ومحمد هاني. فلما نزل ايمن اشرف يا هيما بقى ياسر ابراهيم وايمن اشرف ومحمد عبد المنعم بالظبط، وبعدين طلع حمدي فتحي لقدام. اهي شفت صاحبك اللي خاف عليك، اهي صاحبك عشان ما تتنقل. فادي حمدي فتحي خد مكان حسين الشحات، فكان الهدف ان انا اضغط اكتر
واقلل الكرات الثانيه وابتدي يبقى عندي دايما واحد بيضغط وواحد مأمن اللي هو حمدي فتحي في الحاله دي على سبيل المثال. فبص الهجمه لما ابتدى انت كان عندك مشكله في الكره الثانيه بص لما فوقت خط وسطك بالتغييره امنت الحته دي. ممكن تقول لي اه بس انا كده فقدت الرئه الهجوميه، اقول لك صح 100% ما اتعملش ولا هجمه في الوقت ده عندك حق ما اقدرش اقول فيها حاجه، بس هو قصدي اتحرك بناء على معطيات. تقديره صح او غلط انت كمشجع من حقك تشوف، بس الوقوف عند حته لا انا اهاجم بس وانا الاهلي فالمفترض العب كره هجوميه عشانها كنت بوضح هو ليه راح للتغييره وايه اللي حصل في الملعب خلاه يروح للتغييره دي. كلام عظيم جدا جدا. فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل كلامنا مع حضرتك. لسه متواصلين مع حضراتكم في ملوك التحليل مع تامر بدوي واحمد عز. وصلنا لتامر، اتفضل حالتك. عاوز اكد على كلام زيزو اللي قاله قبل الفاصل في حته ان هو لما عدل في طريقه التمركز حمدي فتحي وطلعه في نص الملعب. بص حمدي بقى فين يا هيما؟ بدا يقابل من النص، بس برده كان في بعض المشاكل شويه عند عمرو السوليه وعند اليو ديانج، وبرده كان في تصميم عند تيم الرجاء وبالتحديد عند ان هم يعملوا الهجمات عن طريق عبد الاله مدكور. الكره اتلعبت له هيما في هنا كالمعتاد، علي معلول بيطلع يقابله في الوقت اللي عبد الاله مدكور بيستلم فيه الكوره على طول بيبدا يجري بولهروده على طول. لا لحظه يا شباب هنرجع. وفي التوقيت ده بولهروده طالع يكمل ما بين ديانج وعمرو السوليه. في اللحظه دي حميد احداد بياخد ياسر ابراهيم اللي هو راس المثلث لورا في الثلاث مدافعين بيبدا يطلع على طرف من الاطراف وبولهروده هو اللي بيدخل العمق. اتلعبت بص ضرب الراجل طلع ضرب، لا ده ازريده مش بلهروده عفوا، ده ازريده اللي عليه علامه الاستفهام. بص ضرب الثلاثه عمرو السوليه وحمدي فتحي وديانج وحميد احداد بيريح له بصدره داس عليها واضطر ياسر ابراهيم انه يطلع يقابله، لكن عمل فاول في منتهى الخطوره. كويس ان هو عمل الفاول قبل ما يدخل ال 18 وتبقى ركله جزاء. كالمعتاد تيم الرجاء يمسك الكوره عند عبد الاله. التلاتة هيما دايما باستمرار واقفين بيلعبوا فلات، ودي كانت مشكلة كبيرة. بص على محسن متولي بيتحرك في ظهرهم علشان زي ما قلت لك يدخل لجوه عشان يفضي لعبد الإله مدكور المساحة، لغاية لما الراجل عمال يقول لهم يا جماعة احنا بنلعب بتلاتة في عمق الدفاع، يعني عادي الراجل بتاع راس المثلث اللي ورا او اي واحد من الاثنين لو ياسر ابراهيم هياخد حميد احداد عادي التاني يطلع يقابل سواء ايمن اشرف او لو هي من ناحيه محمد هاني هناك عادي يطلع يقابل محمد عبد المنعم. فطبعا الراجل كان عنده حرص ان احنا بيفكر دايما لعيبه النادي الاهلي ان احنا بنلعب بثلاثه، عندك صلاحيات ان انت تطلع تقابل وتامن ظهر لعيبه نص الملعب الثلاثه اللي هو حمدي فتحي واليو ديانج وعمر السوليه، لغايه لما قدر يعالج الموضوع ده ويقفل شويه حته عبد الاله مدكور. زيزو اتفضل. طيب انا بس قبل الحالات مره تانية، يعني اللي انا كنت بقوله ده كله مش دفاع عن بيتسو موسيماني خالص، لان لو انا شايف ان في نقطه ضعف لسه عند اهلي بيتسو موسيماني فهي النقطه بتاعه تطوير الفريق هجوميا لدرجه تخلي اسلوبه الهجومي الواضح هو العلامه التجاريه بتاعه كره الاهلي مره تانية. بمعنى ايه؟ بمعنى انك عارف ان صن داونز الفريق بيلعب كره هجوميه مميزه بس بيخسر، انت المفروض تلعب كره هجوميه مميزه وما تخسرش. انت لازم تكون زي بيب جوارديولا مانشستر سيتي، لازم تكون زي ليفربول، الهوية بتاعتك الهجومية قوية لدرجة تخليك ما تحتكش او ما تخافش على فرقتك في اي وقت من انك تروح للدفاع. وقتها حتى لو قررت تدافع في 10 دقايق الناس هتبص لك زي ما بتبص لبيب جوارديولا وبتقول له ده انت عبقري، يعني ده انت هجومي جدا وجيت تعلم على اتلتيكو مدريد وتدافع قدامهم ده انت عبقري. ما يقولوا لكش لا انت ما بتلعبش، لانه لحد دلوقتي هم مش شايفين الهوية الهجومية دي ثابتة وصريحة. عشان كده نفسي شوية يثبت تكتيك، وانا شايف 3 4 3 ممتاز، لانه يطورها قدر الامكان بحيث ان دي تبقى المكانة اللي بيبدا يبني منها كرته الهجوميه المميزه اللي تخليه مع النتائج الجميله دي يمشي بشكل مقدر أحسن. كمان عند الجمهور بشكل صحيح. اكبر. هروح لفاصل الاخير وبعدين نرجع نكمل كلامنا، خليكم معانا. طيب اخد منك تعقيب اخير تامر وعز عشان وقتنا خلاص جه. بعد ما اتكلمنا في كل حاجه يا هيما لازم بس نبقى ايه واحنا بنقيم كده نهدى.
نشوف ايه يعني، لان دايما اللي مؤيد لموسيماني هو عاوز يقنعك ان هو اعظم مدرب في العالم وما كانش فيه احسن من اللي هو عمله، واللي مش عاجبه موسيماني هو بيحاول يصور لك ان هو اسوأ مدير فني واللي هو بيعمله ده كارثي وقمه الخطوره. لا لازم يعني لازم نقيم برضو بهدوء موضوعيه. يعني انا قلت لك ايه، الراجل اخذ ريسك بدري قوي ان هو في اجواء زي دي ورهان ان لعيبته مش هتغلط، غلطه، لكن هل قدر يرجع؟ قدر يرجع. طيب الناس اللي بتهاجم موسيماني، يعني لو كره ديانج اللي براسه دي جابها جول، لو كره محمد شريف مررها لعبد القادر بنسبه تفوق ال 95% جول، مال موسيماني بحاجات زي كده؟ يعني المدير الفني ماله؟ يعني بدل ما تنتقده الانتقاد العنيف ده، خد شويه من انتقاده العنيف ده وانتقد مثلا لعيبتك لما تبقى بتضيع فرص زي دي. يبقى انت برضو لازم تلوم على لعيبتك في مباراه مثلا زي وفاء سطيف، لازم تخلص. لو في مباراه القاهره جات لك فرصه زي دي بتاعت محمد شريف وعبد القادر لازم تخلص، فرصه زي بتاعت تاو لازم تخلص، فرصه زي بتاعت ديانج اللي على راسه لازم تخلص، لانك انت لازم تشتغل على ان تامن نفسك هنا في القاهره قدام وفاء سطيف وما يجيش فيك اهداف عشان ما تتحطش في موقف زي ده تاني، ان انت تبقى 2-1 ولا قدر الله مثلا هناك 1-0 لوفاء سطيف في الجزائر تقودهم للمباراه النهائيه. من الكلام اللي اخذ اللي بيقوله تامر، هاخد في جزئيه واروح لجزئيه ليها علاقه بانه الناس بدات تقول لك اول اما صن داونز خرج، ترجي خرج، والله كنت خرج دي بطوله النادي الاهلي. الناس جابت منين الكلام ده؟ هو اصلا مش موجود في الكوره. هي عشان دايما انت ما بتحاولش تناقش وجهه النظر بتاعتك. ايوه هو صح، الترجي خرج وصن داونز خرج وهما كانوا اكبر اثنين منافسين، بس ما خد بالك الترجي خرج وصن داونز خرج، الفرق الكبيره خرجت، وبالتالي ما فيش ضمانه. ده بالعكس انت بص لها من الناحيه الثانيه هتخاف، لان ده معناها انك مش المفترض خالص تفكر في المباريات ان هي ده انا جاي لي الخصم الاسهل، ما هما دول اللي خرجوهم كمان بالظبط كده. فبالتالي انت لازم تكون منتبه جدا جدا للنقطه دي، ولان البطوله قربت فهنا بيبقى الزعل على خساره البطوله اكبر بكتير من العادي، والفرحه بالثالثه على التوالي بكل تاكيد هيبقى اكبر بكتير من اي حاجه سبقتها. فاتمنى التوفيق للاهلي في المنافسات الافريقيه ان شاء الله باذن الله. تامر بشكرك شكرا جزيلا كالعاده متالق صديق العزيز. شكرك يا هيما. زيزو بشكرك شكرا جزيلا وكالعاده متالق صديق العزيز، ودايما بشرف بيكم، ودايما حلقه الاثنين ديت من اجمل وامتع الحلقات بالنسبه لنا في جمهور التحليل. بشكرك شكرا جزيلا. دي كانت حلقتنا النهارده، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، بشكر في عمل بكامل، نشوفكم ان شاء الله باذن الله الاسبوع الجاي. تصبحوا على خير، سلام عليكم.